كل طموحاتنا طبعا ان نحقق البطولات كلها باذن الله. الحقيقه ان بالنسبه للصفقات المجلس الاداره بيحاول جاهدا يعني ان هو يحقق لنا المطلوب كله، لان عندنا الفرقه بتنغير جلدها تقريبا، يعني غيرنا حوالي 7 لعيبه بس اللي جبناهم 4، فلسه عندنا شورتاج في 3 في انديه مختلفه. مجلس الاداره بيشتغل جاهدا ان احنا نكمل قائمتنا بـ3 دول. عندنا السلعاوي واحمد وسيف عندهم اصابات من الموسم اللي فات، واحد عامل عمليه والتاني واخد ابره يعني في ركبته وكده، يعني هيقعد شهر ونص كمان، دول بره فتره الاعداد. عندنا لعيب كويس قوي اسمه عمر طارق في صغيرين برضه، عامل رباط مش رباط، عامل غضروف. نتيجه ارضيه الملعب يعني، ارضيه الملعب الحمد لله كمان مجلس الاداره غيرها لخشب، هتتعمل ملعبنا يبقى خشب ان شاء الله ليواكب البطولات العالميه كلها، ودي حاجه برضه بنشكر فيها مجلس الاداره. انما الولاد اللي موجودين بيشتغلوا كويس وانا عن ثقه فيهم، ومش مهم ان احنا نبدا كاملين او بالفول باور، المهم ان ننهي الموسم بالفول باور. انما المجموعه الموجوده بتتمرن كويس قوي قوي، بمودي الجرح والجمال ورامي جنيدي ابو النصر اللهم صل على النبي محمد عادل، الناس هتشوفه في شكل تاني خالص خالص يعني، غير ما الجمهور وناس كتير. محمد العدل الفرقه كلها صراحه يعني نازله وزن زايده، ماسلز معدلات البدنيه خلال الاسابيع الـ4 اشتغلناها معدلات عاليه جدا، فالمجموعه اللي بتشتغل رغم ان في نقص انها بيشتغلوا كويس قوي قوي. احنا في النادي الاهلي طبعا حسن الظن بالله مهم جدا، ان شاء الله نتوفق في الصفقتين اللي هم ناقصين دول في الجيش. عندنا برضو المهندس فرج عامر مشكور جدا، هناخد واحد ان شاء الله من سموحه، فباذن الله لما الثلاثه دول يجوا الفرقه يبقى شكلها كويس ويبقى قوام قوي قادر على تحقيق بطولات ان شاء الله. الحمد لله يعني بطمن الناس ان الفرقه ان شاء الله لحد كبير جدا مستقره السنه دي، ما فيش اي تجديدات او اي حاجه. عملنا صفقه واحده بس، جه ابو سعود من نادي الزمالك لمده 3 سنين، ولد صغير عنده 23 سنه الحمد لله يعني، ولد مبشر وان شاء الله يبقى صفقه جيده ومربحه للنادي الاهلي. بالنسبه للموسم دوت يعني انا بعتبره من اصعب المواسم اللي ممكن تحصل، نتيجه طبعا المنتخب كان عنده بطوله افريقيا وعنده تصفيات الاولمبياد، وفي المجموعه هيسافر بعد بكره يمكن بلغاريا، وبعدين عنده تصفيات اولمبياد ثانيه في شهر 1 غير كاس العالم، وطبعا وعندي اصابات كتير، دي يعني دي بتاثر تاثير سلبي كبير جدا على اعداد بتاعنا كنادي اهلي. علاوه على كده الدوري هيبدا في 1/10 بدون الدوليين، ودي طبعا يعني انا عندي تقريبا 11 لعيب في المنتخب، وفي 2 مصابين اللي هو اوب عمل عمليه وعبد الحليم عبو. هستعين طبعا بجزء كبير جدا من الشباب، طبعا عبد اللطيف ومحمود ومعوض ورمضان، هم دول اللي عندي من الدرجه الاولى. منعم لسه بيعمل تاهيل، ان شاء الله ربنا يكرمه كده ويبقى معانا او في المنتخب يعني على حسب حالته. فانا بقول لك ان الموسم ده هيبقى صعب جدا، يمكن تقريبا لغايه شهر 1 او اول 2 اللعيبه مش هتبقى معايا بصفه دائمه، ده بيشكل عبء عليا في بدني، ان انا يعني مش عارف هم بيعملوا ايه في المنتخب او طريقتهم في المنتخب، الراجل البدني غير معايا، فلازم اول ما ييجوا لازم يندمجوا بسرعه مع الفرقه، وان شاء الله يعني بنستعد طبعا للدوري والكاس، وان شاء الله اذا كان في امل نخش البطوله العربيه لانها هنا في مصر وغير افريقيا. احنا هنا جيلنا هنا عندنا طبعا حوالي 5 6 لعيبه بيتمرنوا معايا من السنه اللي فاتت، منهم الصافي الصغير ومرجان وحماده، وفي عبد الرحمن الحسيني، وفي زكريا دلوقتي يعني بينضموا معانا، وواحده واحده ان شاء الله يمكن يلعبوا اول ماتشات التمهيديه دي كلها. هي طبعا مش محسوبه، احنا كده كده طالعين للدور اللي هو النهائي في الدوري،
فان شاء الله دي تبقى فرصه ليهم ان هم يثبتوا نفسهم وجدارتهم ان هم يبقوا احق باللعب في الدرجه الاولى ويبقوا نواه كويسه جدا ليهم يعني ان شاء الله.